شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. يأتي هذا التوقيع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة. تمت الإشارة إلى أنه على مدار العامين الماضيين تنافست خلالهما كبريات شركات الإدارة العالمية لاقتناص تلك الفرصة، وأسفرت هذه المنافسة عن اختيار شركة ألمانية لتلك المدينة السياحية متكاملة الأنشطة والخدمات ضمن التنمية المتكاملة لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء.